بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعار الله فإنه من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين ومتابعي قناة زاكروس الفضائية، اليوم متواجد عدسة قناة زاكروس في منطقة الكاظمية لنقل شعار استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. مشاهدينا، وما زلنا مستمرين لكم في جولتنا لهذا اليوم. مرحبا، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله اجرنا واجركم. وعظم اللهم اجركم واجر جميع المسلمين والمؤمنين في مشارق الارض ومغاربها بهذا المصاب الجلل، الا هو مصاب استشهاد سيدي ومولاي موسى بن جعفر. شلون شفت خدمه الزوار؟ الخدمه بالنسبه لخدمه الزائرين هاي الخدمة، خاصة إذا إحنا عراقيين، هي مو وليدة اليوم، وإنما هاي جاءت من زمن بعيد، من زمن أجدادنا وآبائنا. إن هاي الخدمة دائما نشوف زوار، يعني زوار أي مناسبة تصير، الأربعينية الإمام الحسين أو استشهاد أي إمام من أئمة المعصومين، إنه دائما يكونون العراقيين سباقين في أداء الخدمة للزوار، كل ما يملكون بالغالي والنفيس في سبيل انه في سبيل يسجلون فد اسم مبارك عند ذلك الامام. الخدمه بصوره عامه، الخدمه خير من الله، يعني تشوف يعني من كافه تجي هاي اليوم المناسبه، مناسبه استشهاد سيدي ومولاي الامام موسى بن جعفر، هاي الجموع كلها اجت من جميع انحاء العراق. هاي منو اللي قام خدمته؟ اكيد الناس الخيره اللي هي من خلال المواكب الحسينيه ومن خلال الهيئات الموجوده هنا قد تستطيع ان تأوي جميع هذه الزائرين من مأكل الى مشرب الى منام الى اي خدمات. ناهيك عن الخدمات الصحيه اللي تقدمها وزاره الصحه، مشكوره، وباقي الهيئات نشوف دائما موجودين، الصحه موجود. والاكثر من هذا انا اقدم من خلال قناتكم، من خلال اقدم الشكر الجزيل الى القوات الامنيه، ان كانت من وزاره الدفاع وان كانت من وزاره الداخليه، على ما تبذله من جهود جباره لتقديم الامن والامان لهذه الجموع والزائرين، فضلا بفضل سيدي ومولاي. نعم، انا لاحظت النقل هنا يكون مجاني. النقل مجاني. هاي المأكل والمشرب ايضا والمنام والعلاجات وتفاصيلها كلها تقدم الى الزوار مجاني. كلها انا سبقت وانه في بدايه الكلام قلت لك انه هاي كل العراقيين يقدمونها، كلها هاي خدمه كلها مجانيه، من ناحيه النقل، من ناحيه النقل اذا نريد نحكي عن النقل، النقل مو بس وزاره النقل تقدم الخدمه، وزاره النقل مشكوره بكل تشكيلاتها، وكذلك الوزارات بكل تشكيلاتها وبكل ما تملك من اسطول في وزاره النقل او في نقل عندهم يقدمون هاي الخدمه لغايه توصيل هالزائرين الى مكان اللي يردونه او مكان اللي محددته الدوله من خلال القطوعات الموجوده. تشوف الوافدين هواي كثر من غير محافظات وايضا من باقي الدول. نعم موجودين، اغلب قلت لك هاي من تصير المناسبه انه اغلب المحافظات تاتي الى هنا، يعني اغلب الزوار هنا مو كلهم بغداد، اغلبهم من كافه محافظات العراق، وكذلك زائرين عندنا يجون من كافه انحاء العالم، يعني العالم الاسلامي اقصد بي اني، اللي هم يجون هنا ليؤدون الزياره من خلال الطائرات ومن خلال المطارات، وكذلك اكو احنا يعني حسب ما حصيلتنا بالاخبار سمعناه هناك اسطول ينقل الزائرين من مطار بغداد الى مكان الزياره يعني. شكرا لك. شكرا. شكرا شكرا لكم. ممنون. شكرا. مرحبا، اهلا وسهلا. القناه موقره، بارك الله بكم وماجورين ان شاء الله. انطلقت مسيرتنا من محافظه البصره، واحنا صار لنا شهر نمشي الى سيدي ومولاي موسى الكاظم الصلاه والسلام عليه. العلم يا اهل العلم راع، العلم مسجون. العلم يا اهل العلم راع، العلم مسجون، وبجسر الرصافه متان اللي يشيعون. بلغ اهل الخبر خليهم يخبرون، بن هاشم بشيخ العام لو يدرون، جا ما ظل سجل لا عرش لا هارون. وما زلنا مستمرين بجولتنا وياكم ومتواصلين وياكم بنقل شعار ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام. مرحبا. هلا ومرحبا. عظم الله اجرنا واجركم باستشهاد الامام موسى بن جعفر. اجوركم ان شاء الله. شلون شفت الوافدين اليوم على منطقه الكاظميه؟
خير من الله والإسلام كلش قوي مالنا والحمد لله والشكر. بهذا عمرك تقدر انه تجي مشاية؟ ها؟ بهذا العمر تقدر تجي مشاية؟ قول نعم. ان شاء الله زيارة مقبولة مو غالية علينا حاجة. السلام عليكم. سلام عليكم. عظم الله أجرنا وأجركم. الله أجركم. شلون شفت اليوم الخدمة للزوار؟ كل الزينة وممتازة. احنا هم عندنا موكب طرف القطانة. نعم. أنتم من يا محافظة؟ الكاظمية مسمى نجاح. نعم. الكاظمية نعم. خدامة هنا. نعم. الله يحفظك. نعم. ايه. شلون شفت الخدمة للزوار؟ خدمة كلش ممتازة. نعم. الزائر شرف أننا خدمة. الله يحفظك. شلون شفت الوفود من باقي مناطق بغداد؟ مو بس بغداد يعني باقي مناطق بغداد وايضا باقي عموم المحافظات وايضا الدول. كلش زين، خدمه ممتازه ودي يخدمون العالم. هاي بغداد كلها طبخ وشاي واكل وخدمه كلش ممتازه. شكرا لك استاذ، ربي يحفظك. السلام عليكم. اهلا يا اهلا مرحبا. الحج قادم اليكم من البصره، صار 20 يوم امشي ويستاهل موسم نجاح بار. عظم الله اجرنا واجركم. بس الشهاده وهاي كلمات وقصيده هديه الى سيد مولاي بمناسبه الشهاده. شنو اللي محضر لنا اياه؟ ان شاء الله خير وبركه. اسمعوني اخوان، اسمعوني. يا كاظم الغيظ انت النعون، واسمك اسم موسى الهلك فرعون، وجدك بالشدايد للزلم معون. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله اجرنا واجركم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعظم بوفاة الامام موسى بن جعفر عليه السلام نعزي صاحب الزمان بهذا المصاب الاليم. وزيارة. شفت الخدمه اليوم للزوار امام موسى بن جعفر؟ والله الخدمه جيده والامان وكل شيء متوفر للزوار. نعم. انت جاي ويا عائلتك لو وحدك؟ لا ويا عائلتي بس. من يا محافظه؟ من العماره. وسهلا بيك. وبيش اكثر. الله يخليك، بارك الله بيك. شلون وصلت لهنا؟ والله جينا بالسياره، يعني سيارة الخاصه. اي والله. نعم. الله يخليك. انا بدي اشوف حتى النقل هنا مجاني. اي نعم، خدمه جيده للزوار. نعم. والله يديمها ان شاء الله على كل واحد. الله يخليك، بارك الله بيك. شلون شفت الوفود من باقي المناطق وباقي محافظات بغداد؟ اي والله الوفود طبعا الشوارع المتجهه الى بغداد كلش مزدحمه واكثر تمشي على الاقدام، وكذلك الخدمه متوفره بالطريق. شلون شفت الفرق الطبية من حيث الأداء ومن حيث التعاون وياكم؟ طبعاً خدمات متوفرة، يعني أكل وخدمة، يعني خدمة للزوار صحية وخدمة هم فندقية وأكل. بالنسبة للعلاجات الأمراض المزمنة والأمراض التفاصيل، هاي عندك تفاصيل عن هاي المعلومات؟ يعني إنه هذا كبير بالسن له تفاصيل معينة؟ والله مرينا المفرزة الطبية يعني هنا بالإمام الكاظم عليه السلام، وكانت خدماتهم جيدة وكانت علاجات متوفرة لأمراض السكر وأمراض الضغط والحالات البسيطة الثانية، وكانت متوفرة. والوفود هواية والتواجد كلش هواية، والحمد لله والشكر. بارك الله بكم. الله يخليك، بارك الله بكم. الله وسهلا بك. وبعدنا مستمرين وياكم بجولتنا لهذا اليوم. وما زلنا مستمرين وياكم بجولتنا هذا اليوم. مرحبا. السلام عليكم. السلام يا اخوي. عظم الله اجرنا واجركم. الله يده الجميع ان شاء الله. تبني يا محافظه؟ انا من محافظه ميسان، تحنيت مشي من العماره موسى بن جعفر. اريد من موسى بن جعفر يحفظ العراق ويحفظ شعبنا ويحفظ المراجع ويحفظ جميع الامه. يقول العباس شمرت على وحملات لازمها، والرايه بيه ترتفع وعباس لازمها، ومن يعبر القنطره وعباس لازمهم من عيون عرفوا عباس. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين وياكم بجولتنا لهذا اليوم. نشوف هنا أبو الشاي اللي يقدمون الزوار. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك شخبار؟ الله يحفظكم ويسلمك. عظم الله أجرنا وأجركم. أحسن الله لكم الأعزاء إن شاء الله. أنتم هنا تسوون شاي؟ يعني إحنا موكب خدمه، احنا موكب خدمه رسول الاعظم اهالي البلديات. احنا من كم سنه؟ احنا من 2007، والحمد لله ونشكر الله يعني مقدمين الخدمه للزوار من ذاك اليوم الى هذا اليوم. شفت الوفود على
تحس انه الزوار في اعداد كثره اكثر من كل سنه، يعني رغم انه قبل 5 ايام وهاي الاعداد بنفس الكثره وفي تزايد مستمر ان شاء الله. الله يحفظكم، ان شاء الله مواكب الخدمه موجوده، الزار قاعد يرتاح الحمد لله وشكر الله. يمكن تبقى مشكله النقل شوي، يمكن الزوار قاعد يعانون منها، بلكي تدور تلقى الفتح ان شاء الله خلال هالايام. شكرا لك. شلونك شخص؟ سلام، الله يسلمك الحمد لله. تقدمون الشاي للزوار؟ نعم، نقدم الشاي والزوار، نقدم الشاي والاكل هم من الزوار. نعم. اي نعم. تقدمون كافه اكيد. كافه نعم صحيح. شفت توافد الزوار على منطقه الكافه؟ خير خير وبركه ان شاء الله، اكو توافد اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. شكرا لك، ربي يحفظك، عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد الامام محمد جعفر. بعدنا مستمرين جولتنا وياكم اليوم، هنا اهل الشاي وهنا القهوه. مرحبا. مرحبا. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك. عظم الله اجورنا واجوركم. اجرنا واجوركم، الله واديك. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله لنا اجره. أجرنا وأجركم باستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، نعزي أنفسنا والإمام العصر صاحب العصر والزمان بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر. نقدم أبسط الخدمات إلى الزوار الكرام بذكرى الاستشهاد، نوزع الشاي والقهوة ووجبات عندنا غداء، وإن شاء الله مستمرين بهذه الخدمات. أنت من يوم حافظة؟ أنا نعم بغداد. أي بغداد. انت صار لك كم سنه هنا؟ والله مو هوايه، ان شاء الله. قدمت اليوم وشاي، قدمنا بعدنا شاي بعد وجبات غدا، بعد يعني تقريبا بعد ساعه نبدا بيهن. اكيد. شكرا لك، ربي يحفظك، وعظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد امام موسى بن جعفر. لاحظنا الزوار من مختلف مناطق بغداد وايضا مختلف محافظات العراق وايضا الدول المجاوره كذلك. إلى هنا ونصل إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، كانت معكم رسالة مرأي، تقبلوا تحياتي أنا وكادر العمل، إلى اللقاء.